بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا أحد الإخوة، نستهل هذا اللقاء برسالته وبسؤاله الذي يسأل، يقول: ما المشروع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو اللا مشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يجوز التوسل بالأشخاص، لا الأنبياء ولا غيره، بجعلهم وسائط بينهم بين الناس وبين الله في قضاء حوائج المحتاجين، بل يدعى الله مباشرة سبحانه وتعالى. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إنما يجوز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. يجوز أن تطلب من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك، وأما بعد موته فلا تطلب منه شيئا، لأن عمله قد انتهى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومن الأعمال الدعاء. فلا الميت لا يستطيع أن يدعو لنفسه، كيف يدعو لغيره؟ وإنما يدعى له ويستغفر له، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. هل هناك فرق بين الدعاء والتوسل يا شيخ؟ توسل بالدعاء، بدعاء الصالحين. نعم. لا بأشخاصهم ولا بجاههم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل، يقول حفظكم الله، عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، كيف أجد ذلك في إيماني وفي حياتي اليومية؟ الواجب عليك الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يجري عليك وعلى غيرك فهو بقضاء الله وقدره، وهذا من أصول الإيمان 6، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وبذلك يحصل لك ثمرات عظيمة، منها ارتياح النفس، عدم الجزع، السخط لما يجري مما لا تحب، ترضى وتسلم الله عز وجل، ولا تجزع ولا تسخط، فتكون مطمئنة النفس. وأيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن هذا يكسبك قوة ومضيا في العمل، ولا يحصل عندك أوهام وشكوك تؤثر عليك، بل تمضي في الجهاد في سبيل الله، تمضي في طلب الرزق، تمضي في طلب العلم، تمضي في كل عمل خير، لأنك تؤمن بالقضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال الأخ المستمع محمد يحيى، سؤاله الأخير في هذه الحلقة، يسأل يقول: ما المقصود بسب الدهر وما حكم ذلك؟ المقصود بسب الدهر أن تسند إليه الحوادث التي تكرهها، تنسبها إلى الدهر، وأن الدهر هو الذي أحدثها أو هو الذي جلبها لك، فتسب الدهر إذا لم تحصل على حاجتك أو أصابك أذى، هذا هو معنى سب الدهر. والأمور بيد الله لا بيد الدهر، ولهذا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب الليل والنهار. معنى أن الله هو الدهر، أي أن هو الذي يدبر الأمور ويقضيها ويوقعها، وليس الدهر هو الذي يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السؤال آخر. المستمع أبو إبراهيم من القوعية يقول حفظكم الله: ما حكم قول لا قدر الله ولا سمح الله، وما حكم التسخط من المصائب؟ التسخط من المصائب لا يجوز، الله جل وعلا أمر بالصبر، قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يسخط عند المصائب، وإنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون،
ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع ولا حيلة في رده. هذا من ناحية سخط من القضاء والقدر. السؤال حكم من يقول لا قدر الله لا سمح الله، هذا دعاء، لكن لو كان بغير هذه الصيغة لكان أحسن. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الأمور كلها، اقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به، هذه الأدعية الواردة. نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير أيضا يقول ما حكم قول إن الله في كل مكان؟ هذا قول باطل وكفر، لأن الله جل وعلا أخبرنا وأخبرنا رسوله ودلت العقول السليمة على أنه في العلو، على أنه في العلو وليس في كل مكان، بل هو في العلو فوق مخلوقاته عال مستو على عرشه. هذا ما جاء في الأدلة النقلية والعقلية. أما الذي يقول إن الله حال في كل مكان هؤلاء هم الحلولية نفاة العلو، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا لا ينزه الله عن المحلات القذرة والوسخة والأمكنة غير المرغوب فيها. يقول هو في كل مكان، إذن حتى في الحشوش وحتى في المراحيض، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال من الأخت المستمعة فاطمة مقيمة في المملكة، تقول حكم من يقول إن الأولياء والصالحين ينفعون؟ الذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والمؤمن يعلق قلبه بالله وطمعه في الله ولا يعلقه بغير الله، والمخلوق لا ينفع إلا فيما يقدر عليه من المساعدة المالية أو البدنية ما يقدر عليه، أما الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق إنه لا ينفع ولا يضر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. المخلوق ينفع في حدود استطاعته ومقدرته. نعم سؤالها الآخر الأخت فاطمة تقول هل يشترط العدل في الهبة كما في الوصية؟ بالنسبة للأولاد نعم لابد من العدل بينهم في الهبة والعطية، والوصية لا تجوز للوارث، وصية لا تجوز للوارث، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا في الأولاد وفي غيرهم. لكن لو أوصى للمحتاج أو المتضرر من أولاده فهذا لا بأس، لأنه علقه بوصف ولم يعلقه بالشخص، يجوز أن يوصي للمتضرر والمحتاج من أولاده. نعم أحسن بدون الله. تعيين نعم نعم. بالنسبة للتوزيع هل هو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ تعديل، نعم تعديل في العطية للأولاد، كل الذكر مثل حظ الأنثيين كما أعطاهم الله جل وعلا، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة، هذه الرسالة رمز لاسمه بميم صاد علي من جدة، يقول هل حديث داووا مرضاكم بالصدقة هل هو حديث صحيح؟ وما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث أنه يتصدق بنية أن الله يشفي مريضا، لأن هذا من الإحسان، لأن هذا من الإحسان، والإحسان الله يحب المحسنين، ومما يدفع الله به البلاء، الإحسان يدفع الله به البلاء ويكسبك دعاء المحتاجين إذا صدقت عليهم، فالصدقة فيها خير كثير. والحديث الوارد في هذا داووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث معروف عند العلماء ويستشهدون به. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا السؤال، إحدى الأخوات تقول أنها امرأة مصابة بالوساوس في صلاتها، ونتيجة لهذه الوساوس تترك الصلاة لعدة أيام وقد تصل لأسابيع، وقد صامت رمضان بدون صلاة، وهي تسأل الآن ماذا عليها وكيف تقضي الصلوات التي تركتها وما هو العلاج لهذه الحالة جزاكم الله خيرا. هذه المرة شابة متزوجة وتطلب منكم الحل في هذه القضية. إذا كان غلبها الوسواس وليس عندها اختيار تركته، هذه مريضة تركت هذا الشيء للمرض النفسي والعقلي، يكون عقلها غائبا ليس معها، ولا إلى إذا غاب العقل ارتفع التكليف. أما إذا كان الوسواس يسيرا ومعها تصورها ومعها فكرها فلا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام، بل عليها أن تستعيد بالله من الوسواس الخناس، تكثر من ذكر الله ومن الورد صباحا ومساء وتلاوة القرآن، ولا تلتفت للوساوس، سيذهبها الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه محمد كان من المسافرين وصلوا مع مقيم الظهر، بعد ركعتين جلسوا حتى أكمل الإمام أربع وسلموا معه، لم يصلوا إلا ركعتين فقط، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم غير صحيحة، لأنه يجب على من صلى خلف من يتم الصلاة يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه،
هذا هو السنة الواردة الصحيحة أن المأموم يتبع الإمام في الإتمام، فلا يجوز له أن يقصر خلف إمام يتم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يسأل: هل يكفي النطق بالشهادتين للإسلام فقط للدخول فيه؟ يكفي النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، ويحكم عليه بأنه مسلم، ثم ينتظر، فإن أدى الفرائض والواجبات فهو مسلم حقا، وإن لم يؤدي الواجبات والفرائض واقتصر على الشهادتين فقط هذا يكون مرتدا عن الإسلام. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا السائل منير أحمد من جدة يقول: ما هي أسباب تقوية الإيمان؟ أسباب تقوية الإيمان كثيرة، منها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومما يزيد الإيمان الأعمال الصالحة والحسنات، إنها تزيد الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كما أن المعاصي تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، حتى لا يبقى منه إلا إيمانا لا يبقى منه إلا إيمان ضعيف، أو يزول الإيمان بالكلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يكون ضعيفا وقليلا. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دل على أن الإيمان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو عطية له عدد من الأسئلة، ولكن نكتفي بهذا السؤال لنؤجل بقية أسئلته في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. يسأل يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ الإنسان مخير ومسير، من جهة ما يجري عليه من المقادير فهو مسير، لا حيلة له في المقادير، يصاب بالمرض، يصاب بالجوع، يصاب بالعمى، يصاب بالفقر، لا حيلة له في ذلك، هذا قضاء الله وقد قدره. أما من ناحية الأعمال فهو مخير، من ناحية الأعمال فهو مخير، والله أعطاه مشيئة وإرادة، ومكنه وأعطاه قدرة بدنية وعقلية، يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يترك، ولذلك يثاب أو يعاقب على أعماله، ما دل على أنه مخير وليس مجبرا عليها. فهو الذي يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يتصدق، وهو الذي يجاهد في سبيل الله، وهو الذي يكفر، وهو الذي يفسق، وهو الذي يعصي، اختياره. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الإخوة، ميم صاد عين، يقول: من كان مشغولا بقراءة القرآن هل يسلم عليه؟ المشغول لا يسلم عليه، سواء بقراءة القرآن أو بالحديث مع من بجانبه، لا يسلم عليه، لأنه مشغول عن الرد. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة من أحد الإخوة الذي رمز لاسمه عبد الكريم دوسري، يقول: ما هي منزلة الصلاة في الإسلام؟ الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني. نعم. من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهو أهل السنن. قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. هذا هو الفارق. نعم. بين المسلم والكافر. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما المقصود بالأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية؟ مراد بالأمانة جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العباد، فالعقيدة والتوحيد أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال أمانة في ذمتك، كذلك بر الوالدين وتربية الأولاد وصلة الأرحام
الأرحام، كل هذه أمانات. الأعمال الوظيفية التي تتولاها تسند إليك هذه أمانة، الودائع التي تودع عندك لحفظها هذه أمانة، الأسرار التي تؤتمن عليها هذه أمانة، الأمانات واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سؤال آخر. السائلة أم هشام تقول: كيف يبر المسلم بوالديه بعد وفاتهما؟ يبقى من برهما بعد الوفاة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي لهم مع صلاتك، يعني تدعو لهم إذا دعوت لنفسك، الصلاة المراد بها الدعاء هنا، الصدقة عنهما، الحج والعمرة عنهما، تنفيذ وصاياهما وتسديد الديون التي عليهما، البر بصديقهما، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الكريم بدر يقول: فضيلة الشيخ، تتناقل رسائل عبر الجوال من البعض يذكر فيها أحاديث موضوعة، والبعض الآخر يقول مثلا: استغفر كذا مرة وأرسلها إلى غيرك، ويحذر من عدم إرسالها، كأن يقول إن شخصا لم يرسلها فأصابته مصيبة في نفسه أو مال، أو يقول إنك إن لم ترسلها فأنت تبخل على الله ورسوله ونحو هذا، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الرسائل؟ يجب رفض هذه الرسائل واستنكارها، لأن الخرافيين والمبتدعة اتخذوا الجوالات وسيلة لترويج بدعهم وخرافاتهم، فالواجب الحذر منهم. كذلك ترويج الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخذوا الجوالات وسيلة، فالواجب الحذر منهم ورفض هذه التوصيات التي ترد منهم لتضليل الناس والدعوة إلى البدع والمحدثات. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لتأخير صلاة الظهر حتى ساعة أو ساعتين نظرا لظروفنا العملية، فما حكم ذلك، وخاصة أيضا بعض الطالبات والمدرسات التي يتأخر خروجهن من المدرسة؟ الواجب أن يحسب للصلاة حسابها في الدوائر وفي المدارس وفي المكاتب، يحسب لها حسابها، لأن البلد بلد مسلمين. الواجب أنه إذا دخلت الصلاة يتجه الناس لأدائها في أول وقتها ومع الجماعة بالنسبة للرجال، يجب حساب الصلاة في أول قائمة أعمال الإنسان، وإذا دعا داع أو حصل سبب لتأخيرها في الوقت فلا مانع ما دام الوقت باقيا، وأما مع الاختيار ومع السعة يبادر بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم مس المصحف لمن عليه الحدث الأصغر؟ فقط لا يجوز لمن كان على غير وضوء أن يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن مباشرة من غير حائل، أما مسه من وراء حائل أو القرآن في لفافة أو في كيس فلا مانع من حمله من وراء الحائل أو مسه من وراء الحائل. نعم. بارك الله فيكم. هذه مجموعة أسئلة ولكن نكتفي ببعض منها. من المرسل محمد صادق من تبوك يقول: حكم من سمع النداء ولم يذهب للمسجد مباشرة وتأخر حتى موعد الإقامة؟ يكون متكاسلا ومضيعا لفضائل وردت في التبكير للصلاة والجلوس في المسجد لانتظار الصلاة، وربما يتسبب هذا في فوات بعض الصلاة. المسلم يبادر بالذهاب إلى المسجد إذا سمع النداء، يبادر ولا يتأخر. نعم. أيضا يسأل عن الصلاة في مسجد فيه قبر ويكون هذا القبر أيضا بجانب المسجد وليس في داخله، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، سواء كان القبر في قبلته أو في جانبه أو خلفه، ما دام متصلا فهو مسجد مبني على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإلى القبور، والنهي يقتضي الفساد. أما إذا كان القبر أو القبور مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء فلا مانع، لأنها منفصلة عن المسجد وبعيدة عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.